سمير اخونا وعزيز علينا وحبيبنا. نعم. كابتن سمير لعب لعبات وديه بتشكيلات مختلفه، لعبنا لعبات وديه مع فرق شعبيه، خسرنا خسارات مو عاديه، خسرنا مع عفت، خسرنا مع نادر، فرق شعبيه. عفت مو فريق شعبي سيد حسين. ليش فريق شعبي عفت؟ ليش فريق شعبي؟ عفت مو فريق شعبي، فريق مؤسساتي، عنده ملعب، عنده اداره محترمه. فريق شعبي عفت؟ عنده لاعبين بالمحاني، ما اقبل. هاي واحد الملاحظات. لا عفوا كابتن سمير، ارجوك انا جاي لا لك الكلمه، انا بس اسجل ملاحظتي على هذه النقطه. تفضل. لا 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 انا لا لا انا قلت لعبنا مع فرق شعبيه خسرنا، ومع فرق من الدرجه الاولى. من هو فرق شعبيه؟ يلا طيب ارجوك خليه يكمل كابتن سمير، ارجوك تفضل. اذا دقيقتين اكمل وهذا ما يجوز. تفضل يا كابتن سمير، انت اخو عزيز وصديق ومحترم. تفضل. يا اخواني احنا لعبنا، احنا كنادي الديوانيه اليوم نادي بدنا نشتغل عليه بشغل صحيح، بدنا نتعب عليه، نادي اليوم به عديد من اللاعبين الاسماء المهمه اللي حضرتك انت جزء من اللي جبت لنا اياهم من نادي القوه الجويه وغيرهم. ايش وقت غير باللعبات؟ لا اوقف دقيقه، باللعبات التجريبيه غير اشوف اللاعبين؟ لعد شلون ايش وقت اشوف اللاعبين؟ هي كل اربع ايام والخامس مباراه، صارت عندي فجوه، شفت اللاعبين خلال التجريبيه. بس لاعب فقط. احنا فقط فزنا على السماوه، والسماوه يعاني اصعب الظروف. مو خليت مدربين؟ مو خليت مدربين؟ شو الكره خسرتوا ياهم، ونفط ميسان تعادلتوا ياهم، واربيل تعادلتوا ياهم. هاي سعيد محسن المدرب المساعد هو والشرطه مباريات. الشرطه خسرت خمسه. بس اكو هاي نتائج زينه. سيد حسين ما دام بعدك وياي على الخط، كابتن سمير ما وصلنا للنتيجه، ارجو ان نغلق الموضوع. خلص. بس الرساله وصلتني من السيد محمود كريم رئيس نادي عفك الرياضي، ما دام انت موجود سيد حسين ضروري تسمعها. يقول السلام عليكم، نادي عفك نادي عريق صاحب انجاز، سبق وان لعب مع نادي الديوانيه عندما كان مدربه رزاق فرحان وفزنا عليهم نتيجه 1-0 على ملعبهم، وايضا لعبنا مباراه وديه قبل شهرين وايضا فزنا عليهم 1-0 في كل نجومهم والمحترفين، ولنا صولات عندما كانوا في دوري الدرجة الأولى، ورغم نادي الديوانية الأم، ولكن سيد حسين العنكوشي دائما يصنع المشاكل، ولا نقبل لأي شخص مهما كان أن يستخف بنادي عفك نادي الإنجازات بكل البطولات. وتحية لك ولضيفك الكابتن علي. كابتن علي، أولا تحية للسيد أخونا سيد محمود ولنادي عفك هذا النادي العريق والمحترم. انا لعبنا مع أندية شعبية، نوبة فرق شعبية، نوبة عريق أقل من نادي الديوانية، كون نادي عفك مو اقل من الصفة وبالتاريخ وغيره. نادي الديوانية اليوم نا احد اندية الدوري الممتاز، ونادي عفك نادي من الدرجة الاولى، هذا فرق يا اخي. احنا ترى اللغة العربية واضحة، كل الاحترام والتقدير. كابتن سمير كاظم جابها ويا الاتفاق يخسر، جابها ويا فريق رديف يخسر، جابها ويا فريق عفك خسر، جابها مع القاسم تعادل، مع زاخو في ملعبنا تعادل، كوارث كان. يعني كل الجمهور في الديوانية كان ضد من كابتن سمير إلا العنكوشي داعم. الله كريم، الله كريم، الله كريم. أنا أشكرك جزيل الشكر. الله كريم، الله كريم. للعلم أنا ما أريد أتحدث بخصوصيات حتى نادي القوى الجوية وعلاقتهم بالكابتن سمير، احتراما للطرفين. أتمنى كل التوفيق للطرفين وكل الحب والاعتزاز، وكابتن سمير يبقى أخ وعزيز وصديق، وان شاء الله الديوانيه بوجود العنكوشي او غيره ان شاء الله يوم من الايام تكون له محطه اخرى وكل الابواب مفتوحه له، لان هو انسان عزيز على الجميع. شكرا لك. شكرا جزيلا سيد حسين. شكرا.